بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا وزير ولا نذير ولا ضد ولا ند له. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، شفيع المذنبين وخاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، السواد كل وعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، عن تميم الدار رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حديث صحيح. إخواني في الله، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل النصيحة من أجل أركان الدين، فقال: الدين النصيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. أي معظم أركان الحج العرفة. وها هنا تقيل: معظم أركان الدين النصيحة. النصيحة كلمة جامعة تكبرت فيها ما جد نبياتنا عليه الصلاة والسلام تلاق واستمرياتنا يتمتون زديم يقو عنديت اندم يستمرو عندي تقول سون لم يجبا لم يستمروا يهونوت سيد الداعي وسيد المعلمين تدعوه الله لك منبر تستمر وتمهل لك منبر ينبروت نبياتنا عليه الصلاة والسلام. الدين النصيحة معظم أركان الدين النصيحة. بأمارنيا بتأم تباب سلهونيك أمارنيا الذي قالت ترقم بتأم ينسد من مكاكر إيه ترقم وجل لهم ماذا شاد تنجي تبدي على ترقم لهم نصيحة مالك كلمة جامعة بلوان من مكاكر قال لهم قل لي لفي جسلاتان من مكاكر بلوان لله لما أنهم من مكاكروا لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. لا الله من مكاكر من دنو أن نؤمن بالله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته يتأكدن بربوبية وألوهية وبأسماء وبصفاته من دون تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل للجزون. الله سبحانه وتعالى بقرآن الله سل نفس بحرية قلتون إن دالوا للناس كما تأتوا نبياتنا بحديثاتوا سلقيتاتوا بحرية متوت يا لمن مبرز يا لمن ملوت لنكبلنا بدون تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. يا لمن مبرر يا لمن مراكوت لنتقبلنا. الله سبحانه وتعالى بقرآن الله يا نفس بحري وبذو آياته لا يقلطان النزلان إن دالو تقبلا ما تقمت قديتاتنا. لمثال الرحمن على العرش استوى، استواء يليق به استواء سلف زندان
استوى صعد استوى استقر استوى على بالفتره وتعالى من ابو المعالي البخاري نقل لك والصحيح لك. ولا نمشي الى ما يقوله الاشعريون استوى بمعنى استولى، وقد انكره اهل اللغه كالخليل بن احمد فقال ومعنى استوى استقر وصعد وعلى. وأما تفسيره باستولى ولم نجده. وأما قول الشاعر قد استوى بشر على العراك من غير سيف وجم مهراك، فهذا شعر لا يعرف قائله هل هو مولد أو عربي لا أحتج به، لا يعرف قائله. فمسا عليه الله تعالى شبالايه ننجاله مرحبا إن جيت نوكوهن أجل لتعلن ما يوجب لي تعالى بلاي مهن بكاما من جديد هاتنو زلاي بذو كتاب وكالو الله بذاته في كل مكان الجنة لملو النزري حلول يوت وين متحد يوت مبالون ده شيخ العرب شيخ ابن العربي الدمشقي الصوفي عند الناس يعلو سويت الله بعلم لا يسافر يمي الاعتقاد الله من المكفرات الله بنجتم بدنجاهم لا بوشهم بكركرهم بسهم بكبتم لا يسافر يا الله ذات هي من المكفرات اتحاد وين حلول الوجهان شيخ الاكبر يمي بالوتين ابن عربي من دين التوبة ملو وجه أمسى علماء بالكفر فالتوبة توال إن ابن حجر الأسقلاني إن ابن هشام الأنصاري هل سنت لبل إن شيخ الجزري أمسى علماء ابن عربي سفيانة قلنا كفر فالتوبة توال في جهم لاي أمسى ريحنا فتن دالاتو رد مبال جر المختار جزء العشر لا مجرد على كتاب الحزر لا استنكو استباب لا لو كتاب ثم مدت لا بقام سو يول كفر انا كفرته من دين يال شش توال والحاصل كفر كفر ربا توال الساكو من دين ومن نتاكو الله بعلم ولا يسفر والبزعته يملنا. ولذا قال العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من المكلف هذا لا يقوله العقل. العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من المكلف. وقال اخوه الفاردي وما الكلب والخنزير الا الى هنا وما الله الا راهب في كنيسته. وهذه من المكفره إن ياتي للك وليوسنا تويا لنسنا من باكو ولا قواجا تو بن جبان جهل لك تغني شيخ الفاريدي تلك شغنا تويا تبالا أدرو ستول ستية سلا تو نوال ابن عربي شيخ الأكبر يتبالو أدرو ستية سلا تو ثم جلو باكو ولا قواجا تو بن جبان جهل نجر متعلم لكا عمل كم بقول يا سن كم باهي يندارو هو ساتو جب كوي دور ما بعمرنا عمل كم بقول يا سن كم باهي يا بلو بقول يا شو كتاب ولا تفوت تجينا بقول يا بولن كون ده شو بل باتو بولن ناو كم باتو ما بعمر هي كتاب ولا تفوت سن كم باهي يا يندارو قلت هو تجينا نعمله هذا أقبح من النصارى. نصاروك الله عيسى ذات لا يسفر لاهوت ناسوت لا يسفر نملوك اتحد اللاهوت والناسوت نملوك النسو واللاهوت هو الله والناسوت هو الانسان انسان مالتنا اتحد اللاهوت والناسوت نملوك النسو النذر ينعس ويدمو من عيسى بك اهي يوم كيكرهم زنجرهم لالله سبحانه وتعالى ايه قرمو 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 يمي قرم يمي دنك تبرت يتبدا تولى في انا ددت وقوت يتمدد
تبدو أي كدد مسألة الله عندي مالك سلذي اللهم بحري وجه لا اللهم أمك أكر مالك اللهم بحري وجه عند اللهم قبل. وقال أبو حنيفة فيما رواه النخعي من قال إن الله ليس على العرش فهو كافر. هذه كلمة أبي حنيفة. ثم قال من قال إن الله على العرش ولا أدري العرش في السماء أو في الأرض فهو كافر. هذه مقالة أبي حنيفة رحمه الله. سلف التاكين أكداته يتقرى يتقرى الظالم. لين أبو الحسن الأشعري أبو الحسن الماتريدي من باروسوج أبو الحسن الأشعري الشافعي درس التاكين ودرس عناته أبو الحسن الماتريدي محمد بن حسن أبو حنيفة درس يدرس درس عناته الناس تمتوا دي معتدل وشن كراشر النبلو للا بحر رسلس جبت عالم باتك أبو الحسن الأشعري كان رجولا معتدليا 40 سنة وكانت أمه تزوجت جبائي لما مات أبوه الجبائي رئيس المعتدلة جبائي أجبتا نبري أبو الحسن الأشعري أبتاته بلجنة كيف تموت يا جبائي أبو الحسن الأشعري ناس أدقاته اعتدال ناس تمارته 40 تربى مجموعة على نكو ساجة بيأوس كتابه يقول لي لا بوتا حديثه يقول لي لا بوتا يا معتزلة مذهب لي لا بوتا هنا عندي كان جمعة من بالله والتو تزاري كان جمره يا جبا المذهب تتجاله اعتدال تتجاله بل ابو عواجه لكو مرحبا طول رب ليه وجيت جبه ولشيخ الكلابي من باب المذهب الذي دوت جبه يا شيخ الكلابي من النوم جماش أكيد أن تقبلوا جماش أولا قدرة إرادة سمع بصر آيات كلام إن الدين تقبلنا إن استواء إن نزول إن يد إن رجل إن قدم إن إصبع كاد جماش تلعتا جماش تكبتا عند هنا يا أبو الحسن الأشعري جب نازل دمو سنت أمتعت قال ببت بدي سهل سهل ما كذا شاوت جديهم أشجارنا جماش تقبلني اللهم صفات جماش إن أول ألم مالت اللهم مكادنا نبياتنا عليه الصلاة والسلام يستمطوا ثم مكادوا نبدا تجعل واغني ولتن يون من جد ايه باقر مكالاون واغن وجه جب وجه ابو حنيفة وجه امام احمد وجه شافعي وجه امام مالك وجه صحابة مذهب السلفي وجه من بالو جبنا ابانا في اصول الديانة متبالون كتابة بجو المقالات الاسلاميين من بالون كتابة بقت كتابة جنا عقيدين يعلمون تجي فسلفوا تجي بتشاله بلو تناجو لأن هزبوت من أن يبتشاتهون عالم باتك علي يا أبو الحسن الأشعري المذهب يا مجمر يا أون سيهون يا ما حكى لو نتعم الدوال لك مرم بيالا فساكت توتي دوا شخيو شخيو علم تو تفتو يهجوتين إن يعني عقيدة العوام تختكي جوارة التوحيد السنوسي خجلة البهية من نبل بدعة السنية جوهرة الحيدرية وأدرى به جواهر قواهر هي أنه ولوس ترى نورنا شلت البتا يهولا يهولا سناه يا أبو الحسن الأشعري ما حكى لرب ومذهب التوري شوالك نبت عندهم يا والدنا جماعتنا اللهم بحري تقبلوا جماعتنا أن يتقبلنا ويتذكروا تتقبلني اللهم بحري بقول ما تقبل تسلموا سلم لمنا أن يتقبل من لك يا كلا سلالي الدين النصيحة الله بقرآن لا يتنجل من بحري وجل
نبياتين بحديثاتو اسكمتو اللتن انجالو نكبل اللن سان برز سان نكت انجالو نكبل اللن هذا مذهب السلف. امر روها كما جاءت الامام احمد عندما تكبلوا. ولما سئل امام مالك عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقال له السائل كيف الاستواء؟ فأطلق رأسه مليء ثم رفع رأسه فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. أخرج عني هذا المعتدل. الاستواء غير مجهول ما لم يقوى الاستواء ما تلعبهم ما لدنه والكيف غير معقول يتوب ما يتوقنه اللهم ما نجل نبي ما نجلون أنجب مزول تبلاي يمهن وأقوها النوك والإيمان به واجب بقرآن ما تأثلون الاستواء أما من واجبنه والسؤال عن الكيف بدعة يما يتوقعوا النجر وقولوا متعجك بدعانهم. أخرجوا عني هذا المبتدع. تبيت أتوقع تياك ليه فدين قال لا يبدو سوش يتنجع لتنا تستهم درس بعلم يالو سوش الله بذاته بواشاو بانكرشاو ببيتهم بمسجدهم ببيت كهنتهم بجبعهم بطا بحمامهم بطا يجنع لجالونا هذا أجل زم تلك وانجلنا به أن يتعلم بلعين أن يالله تجال أو الزن شنت بيت ما تجبت خالي كاكنا بتعب قرمو 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 يمي قرمنا يمي جنكمنا لا الله ما مكاكر مالات يا الله بهري إن الله ما تقبل مالات سان برغزه